هعمل معاكم دلوقتي سلطة البنجر بطريقة لذيذة جدا، مقاديرها سهلة وسريعة. عندي البنجر مسلوق، جبنة حلوم، عندي اليوسفي أو المندرين، عندنا نعناع، زيت زيتون، عسل أبيض وملح وإيه خل التفاح. تعالوا نشوف كده أنا هعملها إزاي وهي لذيذة جدا. هجيب البنجر بتاعي، البنجر بسلقه مع رشة السكر، وهجيب الجبنة الحلوم كده، بحط الخضرة زي ما احنا شايفين، وبعدين ببدأ احط المندرين بتاعي، وبنكون منظفينه بطريقة لذيذة كده اهو من البذر عشان يبقى سهل في السلطة، بيدي طعم لذيذ، مزازة حلوة كده، شوفوا جماله. وبعدين مختلف كمان قوي، مش ايه، مش حاجة كده كومن هنلاقيها في كل الوصفات. وبعدين بحط بقى النعناع، هجيب زيت الزيتون، همشي كده زيت الزيتون على السلطة بتاعتي. الله الله الله، همشي العسل بالطريقة دي كده عشان اتأكد انه جه على ايه، على كل المقادير بتاعتي كده. وبعدين رشة خل التفاح، وكده السلطة عندي بقت جاهزة جميلة حلوة جدا. هعمل معاكم بقى دلوقتي من الوصفات اللذيذة جدا اللي دايما في الاحتفال بنقول عايزين نعمل حاجة مختلفة، حاجة جديدة بس تكون سهلة، ما عنديش وقت أعمل. تعالوا ما نشوف. عندي هنا الكيك، كيك الشوكلت، سهلة وسريعة جدا، مقادير التورتة تنزل عندكم حالا. أنا مجرد أن أنا ممكن أجيبها جاهزة، ممكن أجيب اللي هي سريعة العمايل، وممكن أعملها كمان من الأول، التلاتة هيكونوا لزاز وسهلين معانا. عندي الفراولة، وبعدين حاجات التزيين بقى والألوان الحلوة، السكر الملون بتاعنا، وكمان عندي الكريم شانتي اللي لونه أخضر. اوكي، مجرد ان انا عادي بضرب الكريم شانتيه بتاعي وبقوم حط عليه اللون بتاع الاكل. يلا هعمل ايه هنا، هقطعها الكيكة بتاعتي كده اهو، هحط هنا طبقة، شايفين طبقة من ايه، منها مع طبقة كده من الكريم شانتيه اهو. تعالوا كمان نشوف كده الفراولة بتديني طعم جميل جدا 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 كده، وهي دلوقتي كمان حلوة قوي قوي. دور تاني كده، بصوا الجمال. هقطع معاه بقى ايه، شوية نعناع قبل الكريم شانتيه، يديني نكهة حلوة ومختلفة.